فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو سبحانه وتعالى يعلم خيرة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم المرأة المؤمنة التي تخاف الله وتخشى عقابه وتريد أن تعرف حكم الله حتى تتبعه، فهذه يرجى لها الخير، فإذا نبهت تنبهت وخافت من الله ووقفت عند حد الله عز وجل. ويعلم سبحانه المرأة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تبالي بما حرم الله ولا تستحي من الله ولا من عباد الله، فهذه ربها لها بالمرصاد، وهو القادر جل وعلا على هدايتها وعلى إهلاكها، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وقد يملي ويمهل ولكنه لا يغفل سبحانه. فعلى هذه المرأة أن تحذر مغبة عملها وأن تحذر عقاب الله لها وأن تبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله والحياء منه ومن الناس حتى لا تقع فيما يسبب هلاكها وعذابها في الدنيا والآخرة.